وفقرتنا الأخيرة مشاهدينا خصصناها لتكون مهمة كتير لجميع الصبايا والسيدات. كلنا منعرف أنه طبعاً الشباب فيهم يتابعوا لأنه هي نصائح بتعطي عن جمال الصحة والبشرة. نعرف كلنا أنه لكل فترة عمرية إلى خصوصيتها وجمالها، ودائماً لما بنكون تحت سن الأربعين بيكون عنا الهرمونات إفرازها بشكل سريع واستقلابنا بشكل أسرع، فهالشي بينعكس على صحة بشرتنا من خلال الكولاجين أو بعض الهرمونات يلي بتكون ممكن مخربطة فبتأدي كمان لمشاكل من البشرة. ولكن اليوم موضوعنا كيف ممكن نحافظ على بشرتنا بعد سن الأربعين؟ صحيح يا عفاف، يمكن اليوم مع التقدم بالعمر ونتيجة التغيرات الهرمونية بالجسم بنلاحظ قدي البشرة اليوم بتتعب، بيصير في كتير من المشاكل الصحية إن كانت من تجاعيد، من ترهلات، من خطوط، ممكن تخجل السيدة منها بشكل كتير كبير. اليوم كيف ممكن السيدة يلي فوق الأربعين وما فوق كيف ممكن تجدد شباب بشرتها؟ هل ممكن تلجأ هي مباشرة للعلاجات التجميلية الجراحية أم لا من خلال أمور بسيطة بالعناية للبشرة هي قادرة ترجع ثقتها بنفسها؟ تفاصيل كتير مهمة رح تخبرنا عنهم ضيفتنا يلي صارت معنا ضمن الاستوديو، الدكتورة بتول وهيب، اختصاصية بالتجميل الغير جراحي. صباح الخير دكتورة. أهلا وسهلا فيك. صباح الخير وأهلا وسهلا فيك. يعني اليوم موضوعنا كمان نحن بدنا نهتم فيه، كمان ناخد نصائح كيف بكرة بعد الأربعين بدنا نهتم ببشرتنا. أكيد هلأ ممكن السيدة بسن الأربعين ممكن هي ما بتحب تلجأ للعمل الجراحي، ما بتحب التقنيات الجراحية، فبتسعى دائما لحتى هي تعتني ببشرتها، ولكن غير الطرق اللي كانت تتبعها مثلا بسنة 30 أو من 10 سنوات. هلأ خلينا نكون متفقين، البشرة الصحية بسن الأربعين لازم يكون أساسها قوي من سن العشرين. هلأ هو دائما المشاكل اللي بتصيب السيدات بسن الأربعين هو فقدان أهم يعني بروتين، هو الكولاجين بالبشرة اللي هو الأساس يعني حجر البناء بالبشرة. فنحن لما نكون دايرين بالنا من سن 25 اللي هو السن اللي بتبدأ فيه البشرة يعني تتراجع على وراء، فنحن لما من هذا العمر بنكون عندنا روتين صحيح ونحن من هذا العمر بنبلش ندير بالنا، هذا الشيء بخلينا نوصل لسن الأربعين ونحن ببشرة صحية. شو نعمل مثلا؟ خبرينا عن هذا الروتين. هلا مبدئيا في بدنا نميز بنوعين من التجاعيد قبل ما اقول لك انه شو ممكن بهذا العمر نعمل. في نوع هو التجاعيد التعبيريه، وفي هو التجاعيد اللي ناتجه عن تهدم الكولاجين او والإلاستين بالبشرة. هلأ التعبيرية ما بتتعالج غير بأنه بالبوتوكس، وهي الشغلة لازم يعني تنوه عليها أنه الصبية حتى لو بسن العشرين تحت الخمسة وعشرين وهي عندها تجاعيد تعبيرية الأفضل أنه تساويهم. استخدام البوتوكس ما له عمر، بأي عمر ممكن تساوي طوال ما أنه التجاعيد موجودة. هلأ كروتين لازم أول شيء يكون في عندنا غسول مناسب لكل نوع بشرة، شيء غسول ممكن يكون بالجلايكوليك، شيء بالساسليك، المهم يكون فيه تقشير لطيف حسب نوع البشرة. لازم يكون في محفز للكولاجين إن كان كاريتينول، هو هلا عامل ثورة بعالم التجميل، أو الفيتامين سي اللي هو بيحفز الكولاجين. ولازم يكون الترطيب بشكل أساسي بهيدا العمر وكل العمر. لما نحن بيكون عندنا أساس قوي بنوصل لسن الأربعين نحن عندنا جلد صحي بأقل الخسائر، لأنه هيدا الموضوع مو بإيدنا ولا بإيد حدا، البشرة رح تتراجع بسن الأربعين، مو بس الجلد، يعني أغلب الأعضاء حتتراجع بسن الأربعين. فنحن لما بنأسس صح بنوصل لنتيجة كتير حلوة، وصراحة يعني أقل ما يمكن يقال عنها أنه خرافية في سن الأربعين. تمام دكتورة، ذكرنا بالمقدمة أنه في مشاكل ممكن تصيب اليوم البشرة، ذكرتي حضرتك التجاعيد، شو في غير التجاعيد ممكن نشوف مشاكل صحية تظهر على بشرة المرأة بعد سن الأربعين؟ شو ممكن نشوف؟ هلأ في نتيجة تغير الهرمونات بعد سن الأربعين، هو أكثر شيء بيقل عنا هو هرمون الأستروجين. لما يقل هرمون الأستروجين هذا الشيء ممكن يسبب تصبغات، ممكن يعمل ترهل بالجلد. هذا الشيء بيؤدي كمان لا تجاعيد، هي اغلب المشاكل اللي بتكون موجوده يعني بعد سن الأربعين، وهذا كله ناتج عن نقص هرمون الاستروجين بالاضافه للعوامل الخارجيه. يعني هلا في كثير عالم ممكن تقول اشعه الشمس ما لها تاثير على المدى البعيد، هي خلص بتعطي تصبغات بلحظتها. فنحن لما مثل ما قلت لما نحن بنكون اوريدي نحن عاملين حمايه ووقايه على مدى سنين، نحن بنحمي حالنا من تاثير على المدى البعيد لاشعه الشمس اللي هو تهديم الكولاجين بالبشره. غير انه الهرمونات ممكن تهدم الكولاجين، كمان
العوامل الخارجية مثل أشعة الشمس بتهدم الكولاجين والإلاستين. تمام. طيب خلينا هلأ ننتقل على التأثيرات الهرمونية اللي ممكن تصاحب أي ست أو صبية، حتى ممكن كمان هي تسبب لها مشاكل بالمقابل إن كان ظهور حب الشباب أو كتير ممكن أو ندبات أو هيك قصص ممكن تأثر على البشرة. اليوم سيدة بسن الأربعين، بما أنه اليوم هيك عم ندللهم زيادة، شو ممكن تعمل هي لحتى تتلافى هي المشاكل يلي تعملها نتيجة التغييرات الهرمونية اللي بتحصل بجسمها؟ هلا التغييرات الهرمونية مثل ما قلت هي أغلبها هو الأساس، كثير هرمونات حتتغير بالجسم بس أساسها هو الأستروجين. هلا مثل ما قلت هو حيسبب تهدم اللي هن الكولاجين والإلاستين. هلا الكولاجين قلنا إنه هو حجر البناء، الإلاستين هو مثل المطاطة اللي بتشد اللي بتساعد على إنه مثلا الجلد ينشد أو يرتخي. لما هي المطاطة بدها يعني بدها تنتزع خلينا نقول او تتعب او تتخرب، هذا الشيء بسبب تهدل بالوجه. فيعني لأوصفها بشكل دقيق، يعني مثلا مثل الطاوله اللي هي مثلا الحجر الاساس تبعها هو الخشب، بالبشره هو الكولاجين. فنحن لما نحط عليها غطاء اللي هو الالاستين، لما الطاوله بدها تصغر الغطاء شو بده يصير؟ بده يترهل. معناها خلينا نحول السؤال، كيف تعزز الكولاجين بهذا الامر؟ تماما. هلا اول شغله تعزيز الكولاجين بسن الأربعين، صراحه اذا ما في اساس منيح كمحفزات روتينيه بالهي، يعني قد ما حاولنا بده تكون لا تجدي نفعا. فنحن بنروح تقنية جديدة بعالم البشرة هي محفزات الكولاجين، هي شيء شبيه بالفيلر، ما هو فيلر بس شيء شبيه بالفيلر، مثل إبر الكالسيوم بيقولوا لهم أو هيدروكسي أبتايت. هدول الإبر هن ما بيعطوا امتلاء، ما بيعطوا انتفاخ، هن بس بيحفزوا الكولاجين على المدى البعيد، وبنفس الوقت بيعطوا نضارة، بيحسنوا نوعية الجلد، يعني هن مثل سكين بوسترز، بيحسنوا نوعية الجلد. وتحفيز الكولاجين بيكون يعني نحن مثل عم نوقف شيخوخة الجلد لفترة معينة من الزمن، هي حسب بروتوكول الإبرة. أما باقي المشاكل مثلا مثل التصبغات، يعني ما فيني اقول لك فينا نعمل وقايه منها، لانه هو غالبا من الشمس او تغيرات هرمونيه، تغيرت الهرمونات بدنا نضطر بلحظتها نعالجها. اما كوقايه اذا كان سببها هرموني شوي بده يكون صعب. تمام. دكتوره خلينا نعرف من حضرتك شو صحه هي المعلومه، بنسمع كثير انه الهالات السوداء اللي بتكون حول العين اللي ممكن تظهر، او ممكن العلامات التعبيريه اللي بتظهر الخطوط على الوجه ان كانت اللي عن الحزن او الفرح، كلها بيقولوا لك انه هيدي الشغلات ما بنقدر نحن نتخلص منها بمنتجات اليوم البشرة العادي، لا نحن ممكن نحتاج نروح لعيادة، ممكن نحتاج لجراحة. شو صحة هاي المعلومة وكيف فعلا نحن بنقدر نتخلص منها؟ هلا الجراحة هي آخر احتمال ممكن نحن نروح له، هي مبدئيا. الهالات السوداء ممكن قد يكون يعني فينا نحن نتخلص منها موضعيا، إذا كان سببها مثلا تعب أرق، ممكن إذا كان نقص حديد مثلا هي السبب الأساسي، لما نحن نعزز مخازن الحديد بالجسم وبنفس الوقت نستخدم سيرومات مثل سيرومات الكافيين لهالمنطقة اللي تحت العين، هذا الشيء ممكن يفيد. أما بالحالات الثانية حصرا ممكن نحتاج لحقن الميزوثيرابي ومواد بروتينية بتفيد هاي المنطقة. سببها ممكن كتير أسباب للهالات السوداء، هرموني ممكن مثل ما قلت لك، والتوتر اللي هو اساسا بيرجع لسبب الهرموني، يعني اي شيء بصير بجسمنا واي عضو مو بس الجلد عم يحس فيه يعني هيك مثل ايرور بعمله، وبكون بيرجع للهرمون. اما بخصوص الشق الثاني من السؤال، الخطوط والتجاعيد، هلا مثل ما قلت لك في شيء اسمه خطوط تعبيريه اللي هي ناتجه عن الاكسبريشن، عن الضحك، عن مثل مثلا النيزوليبيا اللي نحن بنقول لهم خطوط الضحك، هذول غالبا بتكون العضله كثير قويه فطلعوا. هون نحن ما فينا نلجا للبوتوكس كعلاج، فنحن بنعبيهم بالفيلر. يعني هي القصه الصراحه ما راح تستفيد موضوعيا، حصرا بده يكون في علاج ضمن العياده خاصه اذا مرحله متقدمه. نفس ذات الشيء للخطوط اللي بجبين، خطوط حول العين، مثل ما بنقول نحن العبسه، حتى تكشير في الانف، هدول حصرا بالبوتوكس. وانا بفضل تنعمل من عمر بكير، لانه مع العمر بتصير مثل حفر، لا بوتوكس ولا فيلر بيعالجها، بتضل تاركه اثر يعني على المدى الطويل. فلا نحن لما بنعالجها مع الوقت، واللي هو البوتوكس علاج وقائي بيكون افضل. خلينا هيك هلا بهذا السؤال وبهي النصيحه نضم جميع الفئات، ان كانوا شباب ولا صبايا ولا سيدات بعمر الأربعين، كلهم، لانه اليوم كله بيسعى لاكتساب بشره صحيه خاليه من العيوب، ولكن بتصير في اخطاء شائعه بالعنايه بالبشره، ممكن يستخدموا تقنيات او ممكن يلجأوا ل ممكن روتين يكون هو خطا ويصير رد فعل عكسي عندهم بالبشره. شو هي الاخطاء الشائعة
الشائعه يلي ممكن كل هدول يرتكبوها. هلا اكبر الاخطاء الشائعه والمنتشره هو تناول مكملات الكولاجين ومنتجات الكولاجين بالبشره. فهذا الموضوع يعني كثير منتشر، وكريمات الكولاجين كثير منتشره، وهي هي الكريمات صراحه جزيئتها كتير كبيرة، حجم الجزيئ كتير مرتفع، فما بتمتص البشرة، يعني نحن مثل كأنه كبيناها. يعني هي وقت اللي طلعت كان هدفها تسويقي، فهذا الخطأ كتير منتشر. نحن بناخد شيء بيحفز الكولاجين، حتى وقت اللي بناخده جهازيا للكولاجين بيروح بيتحطم يعني بالجسم مثل اي بروتين وبيعطي طاقة، او بيروح للعضل، اما انه يروح للبشرة فهو شيء لا يذكر اذا راح طبعا. فهي اكثر خطأ شائع. الاستخدامات الشائعة صراحة الخلطات المنزلية، القهوة ماء الورد وهي القصص كلها ما أنا منيحة، يعني خلينا ننفي هلا أو نقول إنه صح أي ولا شيء ولا شيء. حتى الطريقة يعني حتى لو هي نافعة، في طرق استخلاص معينة، في طرق تحضير معينة ما بتتحضر غير ضمن المعامل الطبية حصرا، يعني أي شلون ما تحضرت بالبيت هي مؤذية. طيب بالنسبة لأبر النضارة اليوم اللي بنسمع عنه دكتورة، هل هي اليوم مفيدة للسيدات بهيدا العمر؟ ممكن فعلا تعطينا نتيجة مفيدة أم لا؟ أبر النضارة طبعا طبعا اكيد، خاصه هلا العلم تطور والطب تطور وصار في كثير انواع، يعني في كثير حتى براندات صارت معروفه كتحفيز للكولاجين. هلا مثل ما قلت قبل شوي انه هي العالم بتفكر انه هي ابره نضاره، وصراحه هي مظلومه لما نحن بنقول ابره نضاره، لانه هي بتعمل بوستينج للسكن، اللي هي اصلا وقت اسمها طلع سكن بوسترز، يعني هي محسنه لجوده الجلد، هي محفزه للكولاجين، هي بتعطي الالاستين سماكه. فهيدا الموضوع هو عم يحمي الجلد على المدى الطويل، وبنفس الوقت عم بحفز الكولاجين على المدى الطويل، وعم يعطي على المدى القصير نضاره. كمان خلينا ما بدنا ننسى اليوم دكتوره انه الحاله النفسيه والستريس يمكن والقلق والتوتر والضغوطات والاكتئاب والصدمات والزعل وكل هدول الاشياء ممكن تاثر سلبا على صحه البشره، بالاضافه للنظام الغذائي. خلينا هيك نحكي اكثر اليوم قد ايه مهم نحن نكون دائما مبتسمين دائما كله مشان بشرتنا، يعني وعن النظام الغذائي اللي لازم نتبعه. صحيح، هلا خاصه المراه بسن الأربعين هي بتمر فترة من مثل ما بنسميها نحن مينوبوز أو بيري مينوبوز. هاي الفترة بيكون فيه كتير كمان تقلبات هرمونية، هذا الشيء بيعمل لها توتر، بيعمل لها قلق، بيزيد عندها الستريس، فهيدا الموضوع كمان ممكن يأثر على بشرتها. النساء كلهم تماما، يعني مو شرط بالسن الأربعين، كمان سن العشرين أكتر كمان. عطينا هاي النصائح شو نعمل؟ فبهي الفترة من العمر يعني بدنا مثل ما قلتي بدنا نهدي على حالنا شوي، خاصة انه هي فترة حساسة. اما بالنسبة لسن العشرين هلا اكيد الراحة النفسية اساسية، لانه في حال لما بده يصير في ستريس وفي توتر يعني بيرتفع الكورتيزول، هذا الشيء ممكن يعمل مو بس تجاعيد وممكن يدمر حاجز البشرة، لا بيطلع حبوب، بيطلع تصبغات. فمثل ما تفضلتي اكيد الراحة النفسية شيء اساسي. تمام، خلينا نحكي هيك عن بتول بشكل خاص. اليوم ما عندك صفحة الانستغرام بتنزلي فيديوهات لإلك طبية بتحكي عن كثير معلومات ونصائح ممكن يستفيدوا منها الاشخاص يلي عم يتابعوكي. خلينا نحكي عن هي المحتويات، لانه عم نشوف بصراحة دكتورة بشكل كثير كبير اليوم اشخاص عم يلجؤوا لهيدا المحتوى، هل هو فعلا اليوم قادر يوصل المعلومه بشكل صحيح للمشاهد؟ هلا صراحه هي القصه يعني في يعني سيف ذو حدين، يعني في ناس ممكن توصل اوقات معلومات خاطئه او صحيح بيتبعوا لهيدا الموضوع بس بهدف انه يجيبوا مشاهدات. وفي كثير اشياء انا حتى اوقات بكون عم بعمل سكرولينج لاقي في اشياء كثير انه مناقضه للعلم، وفي اشياء غير صحيحه، بس بتكون مثلا انه اكثر شيء هي الخلطات تبع جيبي كاسه كذا وجيبي كاسه كذا وحطيهم. هيدا الموضوع كثير بتلاقيه منتشر وكثير بياخذ مشاهدات بسبب سهولته انه ضمن مكونات البيت. صحيح، فهذا الموضوع كثير خطا وبنفس الوقت منتشر، فهذا الموضوع. فانا دائما بشجع انه لما حدا بده يتابع حدا او ياخذ اي معلومه طبيه تخص البشره يروح لعند اخصائي او طبيب يعني بالموضوع ويتابعه، وحتى بعد ما يسمع المعلومه انا برايي يروح يدور ويتاكد، يعني الافضل هو البيان باي معلومه يعني يتاكد من يدوروا ويتاكدوا قبل ما يطبقوا اي شيء يسمعوه. تمام، اكيد يعني كل هاي النصائح جدا مهمه لكل سيده لكل صبيه يمكن بسن معين هي ممكن تفقد هي النضاره من وشها، ممكن تلجا لنظام غذائي. خلينا هيك باخر دقيقه من وقتنا نعطي اهم نصيحه بالنسبه للغذاء شو ممكن هي تتبع لحتى توقي او تعالج، ممكن يدخل بخطه علاج الغذاء اليوم؟ طبعا اساسي
الغذاء هو اساسي باي في حال علاج اي شيء بالجسم مو بس الجلد. هلا اول شيء تبعد عن تناول السكريات. تناول السكريات بيصير في عمليه بالجسم اسمها جلايكيشن، هي بتعمل احتباس سوائل وبنفس الوقت بتسبب ظهور التجاعيد. ففي حال لما تبعد عن السكر هذا الموضوع كثير بفيدك، بعد عن الماكولات المدخنه الباربيكيو وغيره، لانه هذا الشيء ممكن يؤدي لوجود مواد سامه بالجسم بتاثر وبتدمر البشره. هي الاساسيات، وفي مشروبات معينه مثل اليانسون، هي القصص كتر منها لانه بتضبط هرمونات الانوثه بالجسم. اكيد. بالختام كنتي معنا الدكتوره بتول وهيب، شكرا لك ولوجودك معنا لليوم ولكل النصائح الطبيه اللي قدمتيها، لانه فعلا اليوم موضوعنا مهم، مو بس للصبايا اللي لازم يهتموا ببشرتهم، لا كمان لازم السيدات يهتموا كرمال ترجع هي الثقه عندهم. شكرا لك دكتوره. شكرا لك دكتوره بتول وعلى كل النصائح اللي قدمتيها.